نروح لخبر آخر، حيث عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امبارح اجتماعا مع الفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين. في مستهل الاجتماع أثنى رئيس الوزراء على مشروعات وزارة النقل اللي أحدثت طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية واللوجستيات على مستوى الجمهورية، وده كان أحد الأهداف المهمة اللي بتضعها الحكومة على أجندة العمل. خلال الاجتماع استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ووضح أن المرحلة الأولى من المشروع بتمتد ل 110 كيلو متر، وبلغ إجمالي معدلات التنفيذ فيها حوالي 93%. كمان بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%. الوزير عرض الموقف التنفيذي للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع اللي بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة. في سياق متصل يمكن تطرق الفريق كامل الوزير لموقف تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي السريع والمشروع BRT إنارة الطريق الدائري، كمان موقف منظومة النقل الذكي. الوزير استعرض أيضا موقف المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق طول حوالي 17.7 كيلومتر تشمل أو على 15 محطة، ووضح أنه من المخطط أن يتم التشغيل التجريبي لأربع محطات نفقية، هي محطات ناصر ومسبيرو صفاء حجازي والكتاب خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. من المقرر كمان أن يتم التشغيل الفعلي لهذه المحطات خلال شهر يوليو المقبل. حقيقة يعني قطاع النقل في مصر عموما حصل فيه، يعني ما حدش هيقدر ينكر النقلة اللي حصلت قطاع النقل فيه. محتاج حلقة بقى عشان نتكلم فيه، عشان نتكلم فيه الحقيقة محتاج قطاع النقل. كلنا بنشهد وبنقول أن قطاع النقل هو الشريان الرئيسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. صحيح. وبرضه عاوزين نقول ان فعلا قطاع النقل شهد طفره غير مسبوقه في عمر الدوله المصريه خلال المرحله السابقه. ده فعلا وكلنا شايفينه، وطفره زي ما بيقولوا كده كميه وطفره نوعيه. صح. شايفين كم الطرق والمحاور الرئيسيه اللي موجوده، فمش محتاج ان انا اعددها او ان انا اسميها، لان كل واحد مننا بقى لامس لهذا الامر. صح. شايفين المشروعات العملاقة في القطار الكهربائي والقطار السريع، يعني نقلة غير مسبوقة عندنا موجودة. مشروعات كتير احنا مستنيينها، المونوريل يعني عندنا حاجات كتير احنا حاجات كتير جدا جدا جدا. لا وبتنقلنا نقلة بقى نوعية أخرى، يعني لأن ده برضو خلي بال حضرتك ده مرتبط بحاجات كتير، مرتبط بإن أنا الوقت أصبحت في إنشاءاتي بعمل إنشاءات في قطاع النقل اللي هي صديقة البيئة، وإن أنا ببعد بقى عن الملوثات، وخاصة إن احنا داخلين على مؤتمر COP27. فبالتالي قطاع من القطاعات اللي عامله طفره غير عاديه، وطفره على القطاع الخدمي في المستوى الخدمي وفي المستوى الاقتصادي. صح. احنا يمكن برضه بمناسبه الطفره اللي حصلت في قطاع النقل وقطاع يمكن اطلقت وتكونت الشركه الوطنيه من باب ان السيد الرئيس دايما بينادي وبياكد على توطين الصناعه المصريه، يمكن اتشكلت الشركه الوطنيه لصناعه جرارات قطاع القطارات. فبالتالي انا عندي طفره اقتصاديه وطفره خدميه غير مسبوقه في قطاع النقل وقطاع. امبارح انا كنت بشاهد برضو قصه التطور اللي حصل في المواني المصريه، وده برضو يرجعني للخبر الاولاني. صح. انه ان الطفره اللي حاصله في المواني المصريه ان دي كلها برضو بتسهل نقل البضائع وتعدد الانواع. انت زي ما عندك مواني بحريه بقى عندك مواني بريه بقى عندك لوجستيات. لا ده المواني قطاعات المواني ده بالذات بقى بتخش في 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 في, في حته ثانيه. انت حضرتك لم تكن قاصرة على مواني فقط، لا ده مشروعات اقتصادية ومناطق اقتصادية. صحيح. بتعود يعني أنا شايف أن قطاع النقل بالذات يعني هو قاطرة من ضمن قاطرات الاقتصاد المصري لحتة تانية خالص. بينقلنا نقلة غير مسبوقة، بيوفر لنا صناعة غير مسبوقة في بيوفر لنا خدمات، يعني من ضمن اللي اشرنا اليه في الخبر الطريق الدائري. احنا عملنا دائري جنب الدائري، التوسعات اللي موجودة في الطريق الدائري يمكن كلنا يعني بنستخدم هذا الطريق او هذا المحور. مش عاوز اقول بقى لاوساطي، مش عاوز اقول لا يعني كل منا. والمساله برضو لم تكن قاصره على قطاع القاهره او قطاع الجيزه فقط، لا المحافظات. من الصعيد من زي ما بيقولوا كده من ابد البحري للقاهره كله بيشمل فيه مشروعات ومشروعات في قطاع النقل. فمن هنا لابد ان احنا نحيي
وزارة النقل والقائمين على وزارة النقل على الطفرة الغير مسبوقة اللي حصل في هذا القطاع. الحقيقة كمان فكرة الخدمات اللي هي للمواطن البسيط، يعني اللي بيستخدم السكك الحديد، اللي بيستخدم المترو، يعني الخبر نفسه لما يعمل 4 محطات هيتم تشغيلهم بشكل تجريبي يعني إن شاء الله الشهر ده، ويتم تشغيلهم بقى بشكل كامل في شهر 7 إن شاء الله. دي كلها حاجات بتمس المواطن في يومه الغلبان، يعني اللي هو بقى المواطن المطحون. لا ده هو برضه دي زي ما بيقولوا اللي هي من أساليب رفع شأن المواطن المصري وتقديم الخدمة المميزة وتسهيل يعني الأمور. يعني احنا لا احنا يعني كان لو احنا بقى تحدثنا عن هذا القطاع في السابق لا كنا شايفين تقديم خدمة غير أدمية للمواطن المصري. لا من باب الاهتمام، وده برضو حرص السيد الرئيس دائما أبدا على تقديم الخدمة للمواطن البسيط قبل المواطن التي يستطيع أن يتلقى الخدمة المميزة، لا بقت متوفره زي ما حضرتك بتقولي كده خطوط مترو خدمه، طبعا كلنا عارفين قد ايه الخدمه هذه يعني والخدمات المتميزه والمترو الحقيقه من المرافق الحيويه الهامه، تحسين الدرجه زي ما بيقولوا اللي هي في قطاع السكه الحديد وعربات الدرجه الثالثه وتحسينها ونقلها نقله ثانيه خالص. فلا كان في اهتمام، وده اللي احنا بنقوله دايما اللي هو اهتمام السيد الرئيس بالاستثمار في البشر والاهتمام بتقديم خدمه متميزه لحتى الطبقات المتوسطه والطبقات البسيطه. صحيح.